شهد العام 2014 والذي يطوي آخر صفحاته بعد أيام قليلة رحيل العديد من نجوم الفن والثقافة والإعلام في الوطن العربي وبشكل لافت، وكأنه كان عاما للحزن. ومن أبرز الأسماء القديرة التي فارقت الحياة في العام 2014 مريم فخر الدين، فنانة مصرية اسمها مريم محمد فخر الدين، ولدت في الأول من شهر أغسطس من العام 1933. قدمت مريم فخر الدين 240 فيلما من الأفلام البارزة في تاريخ السينما العربية. سعيد صالح فنان مصري، ولد في 31 من شهر يوليو من العام 1939. بلغت أعمال الفنان سعيد صالح خلال مشواره الفني أكثر من 500 فيلم سينمائي وأكثر من 300 مسرحية. زيزي البدراوي ممثلة مصرية، ولدت بمدينة القاهرة في العام 1944. قدمها للسينما المخرج عز الدين ذو الفقار في دور صغير في فيلم بورسعيد. فايزة كمال ممثلة مصرية من مواليد شهر سبتمبر من العام 62 بدولة الكويت الشقيقة، وقدمت عددا من الأعمال التلفزيونية المهمة ومنها رأفة الهجان. يوسف عيد هو ممثل مصري، ولد بحي الجمالية بالقاهرة، وقدم العديد من الأعمال الكوميدية الناجحة والتي تركت بصمة وصدى واسعا لدى الشباب. صباح مغنية وممثلة لبنانية، اسمها الأصلي هو جانات فغالي، ولدت بحي الفغالية في وادي شحرور بلبنان، وذلك في 10 من شهر نوفمبر من العام 1927. معالي زايد فنانة مصرية، تميزت بأداء الأدوار الصعبة حيث تنوعت أدوارها وتعددت، مما جعل لها بصمات عديدة في السينما المصرية. خليل مرسي بدأ مشواره الفني الاحترافي قبل 4 عقود تقريبا، وقدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية المتميزة. حسين الإمام ولد الإمام في 8 من شهر فبراير من العام 51، وتخرج الإمام في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، واتجه إلى تلحين الأغاني والتمثيل أيضا. الكاتب الصحفي الساخر أحمد رجب، اشتهر رجب بقدراته الهائلة على السخرية وانتزاع البسمة الموجعة تعليقا على ما يجري في الواقع السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي. مصطفى حسين رسام الكاريكاتير المصري الشهير، توفي حسين عن عمر يناهز 79 عاما، وهو صاحب أشهر الشخصيات الكاريكاتيرية والتي تحولت إلى مسلسلات تلفزيونية كوميدية. خالد صالح ممثل مصري، يطلق عليه لقب العبقري، من أبرز أعماله السينمائية فيلم تيتو، عمارة يعقوبيان، أحلام حقيقية، هي فوضى، الرئيس عمر حرب.